دنيا حلوة تضحكن ريدك انت همسن دنيا حلوة تضحكن ريدك انت همسن ما اطب البيت القى مشكله الحكي كله يخصني بين العايله هاي ما صارت ولا دارت ابد حيل تعبني الوضع كافي بعد الدنيا حلوه تضحكن اريدك انت امثلنا الدنيا حلوه تضحكن اريدك انت امثلنا احنا متصافين واحد قلبنا كون احنا متصافين واحد قلبنا خوتنا اي خوتنا دوم الدوم يحفظ هربنا خوتنا دوم الدوم ويحفظها خايب يحفظ هربنا ربنا ناري احباب قلبي سمو بالرحمن سهلوها الامور دنيا صعبه اليوم بس باكر تدور عم صدق عمك كلامك منطقي لازم نحط ايد بدون ارتقي والدنيا حلوه تضحكنا ريدك انت همثلنا الدنيا حلوه تضحكنا ريدك انت همثلنا الدنيا حلوه تضحكنا ريدك انت همثلنا خدري الشاي خدري عيون المنى خدرة الله عيون المنى خدرة مالك يا بعد الروح لونك متدرة ابدي بدت البرنامج ابدي بدت برنامج هنا ابدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سلامنا عليكم مساكم الله بالخير أهلا وألف سهلا بكم وين ما جالسين مرة أخرى جناكم بحلقة جديدة من هذا البرنامج ولا تنسون بأن يومية تراسلوننا وإحنا نعلل مرارا وكرارا رقم رسائل قصيرة لأن هذه جسور المودة وجسور المحبة ما بيننا وبينكم فارتباط يكون ما بين المشاهد وأيضا مقدم البرنامج وأي اقتراح بالنسبة اللي تدرون موجود أي اقتراح بالبرنامج اللي عندكم من نظر الديكور من نظر التمثيل من نظر تقديم البرنامج رقم الاتصال وأيضا على الواتساب والتليجرام 0916-892-6010 شاهدونا أسفل الشاشة وأيضا على اليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام وأيضا على موقع عبارات CH أهوازنا وتحياتنا لكم ومنتظرين رسائلكم لأن البرنامج منكم وإليكم طبعا هذه الأجواء اللي شاهدونا أحبائي المشاهدين وهذا القوري والقهوة أهلا والله العظيم أخجرك منك المال ومن هنا هاي الساعة البركة ها شفتوا يا انت شو على البركه على البركه خويا تستاهل يا ولد الله يسلمكم على البركه عائلتك على البركه على البركه الله يحفظكم ان شاء الله مشكورين اخويا مشكورين انا بخدمتك اصير لك حزام
لا الله يسلمك يستاهل 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 خدمتكم انا اردوح ليله اشوف لي مره هناك هي على الخير هذا وش بشارع وش على الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد الله صل على محمد وآل محمد درست مدرسه عباس حياك اخوتيها ها اخوتيها ها اخوتيها ها درسنا مدرسة عباس ايه وبد ما ناسين الدرس حياك شلون نوقف ويا اخونا ونصير نفس بنفس حياك حياك نتمنى يبت حمود ايه يلبس ثياب العرس ايه الله هاي الردناها ونهوس عنده فضل هيجي يعني بعد تمت وافقنا تمت بعد ما شوف على الخير على الخير ان شاء الله بعد شوي ورد يشوف فرح ملينا ملينا هذا الخبر المفرح الحلو الله يسلمك فرحنا واللي يحبنا يفرح ويانا 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 هذا اجمل فرح شفنا بدنيا انا فرحنا واللي يحبنا يفرح ويانا جبنا لك مره حلو جبنا لك مره حلو 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 شكرا شكرا اخوي انا صدقانك يستاهلون والله صدقاني عساك لا تنخمل شيء عيمتة الراد الربو لا انت عساك لا تنخمل واحد يهوز ويديك واحد يغني لك صب لنا شاي بعد اخوك شاي ريت بعد اخوك تستاهل تستاهل ان شاء الله بالخدمه ان شاء الله ايدك العافيه اخوي الله يهنيك ان شاء الله اخوي الله يهنيك مبروك مبروك نعم احبتي المشاهدين ان شاء الله الافراح دائما في بيوتكم ومثل ما تشاهدون يعني حمودي احسنت اخوي احسنت والله استاهل خلينا نشوف لنا فاصل ونرجع تستحي؟ اي والله استحي نعم احبتي المشاهدين رجعنا من الفاصل وشاهدنا فاصل من فواصل هذا البرنامج احنا وياكم عبود بناي تبكي انا حاج المشاهدين حتى قطع لا اخوي لا انا فرحان
ان شاء الله. اي والله تدري قد مستانس وقلبه بارد حق لك. اي هذا اخوي انا كنت اتمنى يوم يتزوج. أيوة. امانه ابوي هذا هو وحميده اخت الله يخليك. انت عندك غيره. تضحك اشوى. هاي ضحكت هيك لا تستغربون. بس انت ايش تسوي؟ اخوي هذا كفيت منه. اي دور ان شاء الله ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله. اي تهم تستحيلات. اي بس هو ترى هو قلبه رشيش وانا من اشوف انه يعني بدله العريس. أيوة. وفرحان تدري ايش قد ارتاح. اي أيوة والله. تم مكان تبوه. اي أيوة والله. اي أيوة والله. اي أيوة والله. ان شاء الله يتوفق. انت طيب طيب. ما يوتا ما يوتا هم وين راحوا؟ هاي شلون؟ بس هاي ضحكه بكي. لا فرحان فرحان. هلا 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 هلا. شو يستحي يستحي. تعال تعال تعال. هلا هلا هلا. كشخه كشخه. هلا عندكم مناسبه خاصه. اذا عندكم فصل عندكم قاعده انا بخدمتكم. هلا 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 بعد اخوك. هلا بعد اخوك. هلا 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 هلا. والله ما شاء الله كشخه يعني منور منور. ما شاء الله منور منور. الله يخليك منور. تعا وين؟ يلا انا جاهزه. اهلا اهلا. يلا يلا يلا. شوي شوي قاعدين نسال اخوي سؤال. تفضل تفضل. اقعد اقعد. اقول لك اخويا خاف سألوني على المقدم لو المؤخر. انا شحش. انت ايش مالك حال؟ اصلا انت مالك شغل بالمقدم والمؤخر. مالك حال؟ انت بس ارقب القضيه والباجي عليه. ولك انا ميت. لا لا عمرك طويل. ولك هاي الفلوس والحلال كل لمن اريده. عمرك طويل. والله خليها حدري لك هيك 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 هيك. اي والله. اي والله. الله يرحم ابوي ملوح ابو عبود. الله يرحمك يا ابوي. والله يا ابوي اسمك عليك ملوح. كفو. نشوف صورته. الله 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 يرحمك يا ابويا. أيوة والله. الله خوي عمرك ايش قد كان ابوي توفى؟ انا عمري هيك شلحوط. ايش قد؟ 11 10 11 هيك افتهم يعني. انا كنت اسحف. ولك شلون تسحف انت؟ انت عمرك تقريبا 7 سنين هيك 5 سنين. اي اي انت كنت الله يسلم. الايام حلوه كانت. الله الله. انا اتذكر انت لا ما لحقت على ابوك. انت 5 سنين ابوك كان. ما اتذكر. اي الله. شوف اخوي اولا انا اتمنى لك الخير والعافيه. ايه؟ بعد اخوك. وخلي بالك مثل ما قلت لك. ايه؟ ترى هو الزواج قسمه ونصيب. يا الله. اي اي وحل عيونك زين. انا من يمته نفسه وماكم ثانيه. يلا يلا الحين شي بعد توكل. يلا يلا توكلوا على الله توكلوا على الله. يلا طلعوا طلعوا موفقين ان شاء الله. اللهم صل على محمد. مثل ما قلت لك مالك حابب الفلوس. تفضلي تفضلي. في امان الله. في امان. بعد اخوك ها خلي بالك. ما يصير ما بشي. لا روح 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 توكل على الله توكل على الله. لحظه ما يصير تمشي بكالي. لا ولا شغل بالبيت. يلا في امان في امان. اي بعد اخوك. هيك مالك شغل بالفلوس. شوف. اي والله هذا بشوش. يقول لك ما تمشي بكاني. لا اخوي هاي من الفرحه مالته. فرحان ومستانس. بس انا اقول ان شاء الله ان شاء الله يجيب البشاره الزينه ان شاء الله. والله يهديه ويتزوج وارتاح من هاي امانه ابوي الله يرحمه. بس انت يعني اديت الواجب. اي والله شاش اسوي شاش اسوي. وهذا خيك. اي والله هو هذولي هليوس هم هاي حميده وهم هذا اخويا. ان شاء الله كل يعني انا شقل لك والله. ان شاء الله كلكم تزوجون. تبكي فرحان. لا تبكي لا تبكي لا تبكي لا تبكي. احبائي المشاهدين ما معلوم ما معلوم يبكي ما ادري. اي والله من الفرح من الفرح اخوي. من الفرح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اثنين هم يبكي وهم فرحان. اي هم يبكي وهم فرحان. الله يخليكم ان شاء الله. احبتي المشاهدين. فاصل يا عمي فاصل فاصل. احبابي احبابي يا الوياكم رابي. احبابي احبابي يا الوياكم رابي. جربنا فرحكم ابدا حزن ما بي. قعدتكم مريودة لمتكم مشهودة. قعدتكم مريودة
لما تكون مشهودة فرحة تكون مسعودة يا أخوتي وأصحابي. بالفرحة زرناكم بالعيد جيناكم بالفرحة زرناكم كل وقت ردناكم يا أصحاب الألباب. هم أحباب وخوان أنتم أهل إيران هم أحباب وخوان هم روح وهم وجدان هم زاد وشرابي. وياكم رابي احبابي احبابي يل وياكم رابي جربنا فرحكم ابدا حزن ما بي احبابي احبابي يل وياكم رابي. نعم احبتنا المشاهدين رجع من الفاصل تحياتنا لكم. مثل ما شاهدون ما حد يمي يعني انا راح استفيد من الفرصه واقرا لكم كم رساله. جماعه راح يشوفون الحمود بنيه ويخطبون لحد ما يرجعون. رقم رسائل القصيرة 0916 8926 0 10. ومن خارج البلاد نفس الرقم بس بالبداية مكرر 0 9 8. شاهدون الأرقام أسفل الشاشة. تحياتنا لكم. علي صالح من مدينة الشوش يشكر البرنامج وعلى مواضيع اللي مخرج البرنامج مختارهن. شكرا أبو حسين. سعيد حميدي من مدينة الحياة تحياتنا لك سعيد حبيبي. ليلى علي زادة من مدينة هنديجان عفوا. شكرا أختي ليلى. رضا طرف من مدينة الأهواز أيضا يشكر البرنامج تحياتنا لك رضا. أهلا وسهلا. تفضل انا وسهلا. سلام عليكم. عليكم السلام. تفضل شلونكم زيادين؟ تفضل ويا صديق كذي. لا صدق مثل ما سولفت لك صدق. لا روح ابو اي وداحتك والله هسه واحد منكم تنازل. الحمد لله رحمتك يا استراح استراح اخوي استراح 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 اخوي استراح. يا ابوي هاي والله فرحه. ها شلون؟ روح ابوك شوف عين. خلنا اقول لك اقول انا شنت بالزرع اي وصاحوا لي حنون تعال شوف الطرقاعه صارت. لا لا ان شاء الله رحمه رحمه رحمه. اي والله اي رحمه. حمود وغبر بيتزوج. اي والله الله الف مبروك. ما اعرف اهل الحيف. الله هدا الله هدا الله هدا الله هدا. اي والله اي والله الله هدا. اي والله هي هاي اقول لك هي السالفه وما بيها
البشر يكون لازم تسهيل الامور. اي والله اي والله بالزواج. اجيب لك سالفتي؟ لا تفضل قول قول. ايه انا كان عمري والله شقد 20 سنه اي وجلت بالزرع بمكان ابوي الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه. اي يا كان تعبان ذاك اليوم اي وصحوا له حنون هاو وهي تركض حنون هاو. اي هاو هاو اكو اللي يصيحون عليه. اه جاي يصيحون عليك هاو حنون هاو هاو. اه حم اي 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 يا خالي وصاحوا لي قالوا لي حنون اي ها جات هنا شو اسوي؟ قال الجماعه شافوا لك مره وروح ابوك ثلاث ايام اي وهسه نعمه من الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وخمس بنات. اي الحمد لله. أي والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حتى المره ما انا شايفها. اي وهسه موديلات طلعون موديلات يطلبون لير ويطلبون ما ادري المؤخر هالكثر والمقدم هالكثر ويسوونها الله مع صاحبي مو كله عبود حرقتني بس ولا بالبال. اقول لك هو على كيفك شاب بهداي هو على اليمر شاب محار هو شاي جربته هو لو شاي نفخه نفخه. حج انت قلت هي مو الكل هيجي البعض يعني البعض عمي علي تفضل. الوقت كان يعيش بهذا الريال وقت مرته ما شايفه. اي قديم وقت قديم هسه الاوضاع تغيرت الامور صارت غير امور هسه الشباب عندهم انتظارات صحيح. اي يشوف البنيه يكون يشوف مثلا هذا الولد تتزوجه لان يريد يصير زوجها المستقبل ويكون يكونون حياتهم فرد حياه حلوه لهم حق. قبل الناس كانت عايشه اكثرها بالارياف إيه؟ مو هيك؟ نعم. الله يرحمه ابوي الله كان يعني. قاعد بالديوان ويا عمامي انا عمري 11 سنه صارت نعلع صاحب ابوك شلون تغلط عليه عمي ما غلطت علي يابا فرحان وذبيت لهم خيره ان شاء الله سالفتهم مقضيه ان شاء الله ان شاء الله. هيا 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 حنون هاي خيرتي ايش هاي هاي بلوه على زيتك ولك قلب راح يوجف هاي يا ابويا سالم سالم ان شاء الله يا ابويا نسان السالفه كلش نسيتها. تفضل تفضل والدك كان قاعد بالديوان يعني والدك كان عمره في 11 سنه وانت ولك انا عمري 11 سنه اشواش انا عمري 11 سنه بعد لازم خيره ما اريد خيرتك عمي لا تفضل زين نخلي السالفه عمي خلي تولي السالفه نسيتها كلها المشاهدين طفرت من خشمي طفرت السالفه ما ادري ايش هنا 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 سولف عمش فاصل 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 السالفه خطول بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مساكم الله بخير وعساكم بخير. جيناكم فقرة الحزورة. حزورتنا تقول شنو هو السؤال دائما إجابته تختلف. مع تحياتي لكم خلوكم ويانا حتى نشوف لنا متسابق آخر من هو يحصل على الجائزة. تفضلوا تفضلوا معي تفضلوا أحبابي. بعدنا قاعد ندور لنا على متسابق إن شاء الله نشوف لنا متسابق وحتى من هو يحصل على الجائزة. آه شفنا لنا متسابق تعالوا يعني اثنين شباب مشغولين ان شاء الله باعمالهم الله يرزقهم ان شاء الله ويعطيهم صحه والسلام. سلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتكم؟ مشكورين احبابي. عندي سؤال وان شاء الله راح تحصلون على الجائزه. شنو هو من تسال السؤال دائما اجابته تختلف؟ صعب هذا صعب تحير شوي. ركزوا يا ركزوا نفس هذا سؤالك همي همي خي همي حير والله شقلك والله والله يعني يا ردني بهالساعة لا شوفك شلون واقف والله زم طوبيك ربعك مصطفى ما مصطفى مصطفى هسه يرد على الجواب والله ما اقدر عليها شو تقول حجينا يوم شو تقول افلام يوم تحير تحير اي سؤال لي دائما اجابته تختلف الحق ها الحق ما حد يقبل بي متاكد متاكد انت حجي مع الحج قال احسن ما احسن عندي اول حاجه اكبر من عندي احسن والنعم بكم متاكدين يعني على الجواب
لا شكرا جواب غلط. شوف انهم سواه. تعالوا ما شاء الله. اي سؤال دائما اجابته تختلف. خلنا نشد من الجماعه بركه العفو على الجائزه. سلام عليكم الله يساعدكم ما تعبتوا. الله يساعدكم حجينا. اي سؤال دائما اجابته تختلف. إجابة ما تختلف. اي خوش فكر بعيونه. ها ساعة. الله 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 حياك شباب. صفقة حلوة. استاهل والنعم بك. حجينا شوية نقوم من فضلك. هلا تستاهل انت يعني. شلون ركزت علي وجبت لي سالفة الساعة؟ فكرت اي سؤال قلت لي يختلف يعني ما يمشي بالعقل. تستاهل انت اسطى تمام المعنى. ونوب اذا حزورت هم جاوبت عليها يعني تستاهل والنعم بك. هسه ان شاء الله انا اجيب لك الجائزة واقدمها لحضرتك ان شاء الله. حجي تستاهل جائزة وعليك بالعافية. عزيز روحي الله يساعدك ما تعبت ان شاء الله والله يرزقك حبيبي. شكرا احبتي. الحمد لله حصلنا على جائزة ونقلكم في امان الله. هسه حنوني قل لي انا ثلاث ايام المرة ما شن شايفها. وين شافها؟ بليت العرس كلش. هسه اكون ما له حنون. كان انت مو سولفت لي بالدرب انا وياك اليوم كنا. اي قلت لي انا ما شفت المرة. اي هل اي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. هلا عمي هلا شلونك؟ ها عمي هلا بالمعرس. والله ودك صلى صلى ساعتي مباركة يوم تعرفنا على هالعايش. الله 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 الله. ويا عبوك ألف الحمد. العرس معرس ساعة. بشروا أخويا الله يبشرك بالخير. الله إن شاء الله خير إن شاء الله. ناس خيرين يا ويديك البت الذهب. يا الله يا الله. شفتي أمها شو تقول؟ رقيف عيشة خبزة انت والحشون تحطها للسماء. الله الله اشبع اشبع من عندها الطبو. احنا خلنا نشوف بالله هسه العريس شي يقول. الاول خلوا شي يقول. مو اقول لك عمي العين ساعة والخشب دلع. ايش حلاتها ذهب بتصور عجبة بتخيب بتلاوي. اقول ان في الحمد لله والشكر ان شاء الله. اقول ان اخويا عينها وسيعة كبيرة. العين ساعة. اي والله والخشم دلع. اي ما شاء الله حلاتها. عمي انت شفت من عندها الابنة؟ ايش اقول لك؟ اخذ من عندها الديانة واخذ من عندها اخلاق واخذ من عندها الثقافة والحجاب. حجاب شو تقول؟ الحمد لله. هذول المريودات. اي يا عمي حمود سولف. شو سولف؟ سولف حق البنية. ها البنية هو بعد شو يريد يقول؟ اذا هي ما بيها عيب. انا اكون احكي. اي لا احكي عمي. حقيقه بصراحه. اي انا لما دخلت بالبيت. اي شفت البيت كان مبروكين ان شاء الله. مبروكين. يلا احكي. انا فرحانه من فرحتي. عمي قل لك انت تردين تعرسين لو انا؟ لا عم انا وين ارجع؟ تفضل خلي يسولف. اي عمي في اليوم هذا يعني الله يرحمه. الله ايوه بصراحة لما دخلت بالبيت شفت البيت كامل. اي الاب محترم. اسمع. الام طيبة حجابها حلو. البيت مبين عليه عتم ديانة كلفة. يا الله يا الله. صاحبين اخلاق ومنطق. والحقيقة الادب الانسان لما تدخل عليه تعرفه من كلامه عنده ادب. اي والله لما اقوم هم يقومون لما اقعد يقعدون. هذول عندهم ادب يعني ادب هم ماكو مثله مبين. اي ناس طيبين ومثقفين. ولكن مشكله موجوده. مشكله؟ نعم. لما دخلت بالغرفه وقعدت وياي انتبهت الى شيء عجيب غريب. وهذا الشيء شيء عجيب وغريب. اي نعم. البت حجابها حلو. انا ما شفت شيء عجيب غريب بالبت. افتكر تعري. لا 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 انت ما تشوفين حاطه نظارات. انا اللي اشوفه. المهم اي لما قعدت وياي صاحبه كلام مؤدبه مدنجه. اي وتقول لي كيفك وين حتى لو تحت صريفه نقعد مع بعض. يا الله يا حتى لو ما عندك شغل لا بالبال المشكله يعني تجيب القاسم الله وتجيب. انا ما مشكله مو تدرون شنو هي؟ شنو هي؟ لما قامت كانت قصيره. يا قصيرة. نعم قصيرة. خلنا لكم خايب اقعد يا عبد. خايب خويها. لحظة
انا دخلت بالغرفه. ايه هي دخلت وياي خوش. من دخلت انتبهت الى هالموضوع. ايه وصلت لي هنا خايب. لحظه لما وصلت لي هنا انا عاينت عليه هيك، قلت انا مشي بالشارع وهي قصيره وانا طويل، لو قلت لا تلبس غندره تشكشوكيه، اذا تلبس غندره تشكشوكيه توصل لهنا. اقول لك اخوي حمود اشوش بخليك يمين اشوش. النوب النوب اذا انا البس غندره اروح هيك هي تصير لهنا قصيره مالتها. عمي صدق كذي بتحط عيب على البيت؟ ما قصيرة امشي وياها بالشارع عاين عليها. انت خذ من عيتها اخلاق، خذ من عيتها ديانه، خذ من عيتها ايام ديانه منطق كلام طيب. قصيرة لهنا خايف ما تستر. عمه اسكتها سنه وانا اقول انا حاجي. اقول لك احنا صرنا ملعبه بيدك، شاعد تدخل على بيوت العالم وتشوف بناتهم والنوب تعيب قصيرة شاو القصر عيب شاو عيب هو. ادري لحظة تقلي هذا كلام حكي ولا كنت جبت تريد تصير عدمي خايف والله النوب خلي لها. يلتام يلتام يا من حصد زرع الوفا من الربوع، ان حصد زرع الوفا يا من الربوع. يلتام 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 العم شرهوم بعد ما بعد. يلتام يلتام الجرم ويوح خلف الأهل هيهات، الجرح خلف الأهل هيهات. يلتام يلتام جرحوني وما يفيد علاج بي. عمي الخيال قل لي من يا عرب جاي، عمي الخيال قل لي من يا عرب جاي، سامحني يا سل على هل سامحني يا سل على هل وتمرمر. شراب يا عبد دموعي فوتن، بس انا موتن يا ابويا بس انا موتن. وحتى المريض يطيني بس انا موتن. وعمي الخيال قل لي يا عرب جاي، عمي الخيال قل لي من يا عرب جاي، سامحني يا يسل على هل سامحني يا يسل على هل وتمرمر رجلي. Thank you.
على بالي يا ابويا يا وانت على بالي وشلون انا ملي وانت على بالي يبكي على حالي يا ابويا يبكي على حالي وحتى لسمايك بالمضاي يبكي على حالي وعمي الخيال قل لي من يا عرب جاي عمي الخيال قل لي من يا عرب جاي سامحني يا سل على هل سامحني يا سل على هل وتمار مريش لاي عمه ما يصير هيك تشتم كله بالصايح وبالعريك وما يصير شوي اهدى اهدى رحم الله والديك شوف علي عمه فدوى اروح لك شفتي شلون يعيب على بنات العناس هذا الزلمه ما ظاهر حسابنا بس هو الله خلقه حلو ولك شلون تعيب على قصيره انا ادري قصيره هو عيب لا الله شاهد عبود انت ما البت يعني ما تحط عليها تعيب ولا ذره ولا شويه والله سلام ما ادري ايش السلام عليكم عليكم السلام هلا هلا مرضى هلا اهلا وسهلا هلا هلا مرضى هلا هلا بيك السريع السريع كل الهلا هلا شلون كيفك يا هلا هلا خير ان شاء الله مرضى تردين كركم لا خير تردين لومي لا خاله لا تردين خبز لا خاله تردين ملح بويا ما ريت شيء شاش تردين شنو هالسالفه مرضى شنو سمحت بالبنية اي ايوها جماعة اي زين الولد حلو صايم ومصلي يا الحمد صاحب كلام الحمد الحمد خوش لكن حطت بالولد 50 عيب عجيب شلون عيونه نقر شلون حلقه عريض حتى الله ما يرضى هيك هيا شلون قصير ام رضا عمي هاي المشكلة مو بس مشكلتك انتي احنا هم عندنا هالمشكلة ببيتنا صارت علي عمي حميدة اخويا سمعي عمي اليوم صاروا الاولاد والبنات يكضون يعني فرد هيك اشكالات كلش عجيبة قريبة ما الولد يروح يسأل على البنية يقول بالمثل بويا اهل هذول عويل ناس متدينين ناس اشراف محترمين لهم سمعة بالبلد لهم سمعة بالمحافظة لهم سمعة بالشارع ناس تعرفهم ياويد لا شلون هذا عيونه نقر يكاظين الجمال وبالعكس بالعكس الاولاد هم يعيبون على البنات هم هي نفس الشيء هاي شلون هاي بلوه هاي نزلت هاي بويا احنا كون نعاين عليه من عمي والله كون نعاين على الانسان شلون متدين شلون مثلا يصوم يصلي محترم لا حول ولا قوة إلا بالله عمي عليك عليك هاي العصبان هذا لا لا حبتي المشكلة عيونا نقر النوبة عيب هذا عمي والله ترجع علي بس بلوتنا احنا هيك لا لا عمي نعم احبتي المشاهدين هذه المشكلة اللي موجودة في مجتمعنا بين بناتنا وبين اولادنا او شباننا لازم اذا اريد نبحث على بنت يدون يكملون حياتهم او يبدون حياتهم الزوجية نسأل عن الادب التربية التعليم على الأم على الأبو على المنطقة اللي رابين بيها على الدراسة على الشهادة نسأل على الطائفة على البيت اللي رابين بيه مو والله يقول مثل ما قالت أم رضا عيونه بنقر لو تكرمون حلقة عريض هذا ما هو ما هو مشكلة هاي ما هو عيب هذا ما هو عيب ما هو عيب لا والله ما فإحنا لازم يعني أهم شيء ما بين الزوج والزوجة هو التفاهم والأخلاق أنت إذا تملك الدنيا كلها وإذا ما عندك أخلاق طبعا خاسر حياتك كلها
فالكثير مو الكثير نقول البعض احبتي المشاهدين اي البعض البعض البعض, البعض يدورون على المال والحلال أيه. هذا فلان عنده هيك سياره وعنده هيك ملك وهيك عنده هيك بيت وما ادري يملك له 50 سياره عنده معرض ما ادري اعرض سعادتكم عنده املاك كثيره فلازم احنا ندور الثقافه ندور الادب ندور الاخلاق والتخالص والتفاهم شنو رايك عنه والله هذا اخوي شقل لك يا ابو حسين هذا كلامك ذهب الله يخليك اي والله اي والله كلام فخلنا نشوف النفاصل وبعدين نرجع لكم انتم رضا هم سولف ويا البنيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يهديها ان شاء الله يهديها الله يهديها وانت عبود شنو رايك؟ والله كلامك ذهب الله اي والله يعني هذا كلامك لازم يكون الناس تكتبه بماي الذهب اي والله الله يهدي أيوة. أيوة. الجميع انتم رضا هم حاج البنيه ان شاء الله الله يهديه ان شاء الله واحنا هم حاج حمود ان شاء الله على الطريق احبت المشاهدين نشكركم جزيل الشكر لا تنسونا رسائل القصيره ان شاء الله اليوم ما صار وقت نقراهن فدزونا رسائل في امان الله هذا الريال هم هديه ان شاء الله ان شاء الله هو حاج يعني بعد هسه كل شباب ان شاء الله